وللمزيد بشأن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن انتهاكات النظام الأسد من ضد المدنيين في الشمال السوري، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا عن انتهاكات النظام في الشمال السوري في وقت انشغل فيه العالم اليوم بما يجري في غزة، هل بات فعلا الشعب السوري بلا بواكي بعد أن تخلى عنه المجتمع الدولي بالكامل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أخي الكريم، لابد من أن أشير إلى حقيقة أنه في المشهد العراقي عندما ترك الشعب العراقي بلا ناصر أو معين على مدى 20 سنة حتى بات أسيرا خلف قضبان النظام السياسي القائم حاليا في بغداد وضحية لمنهجيته الطائفية والإقصائية، اليوم يراد على الخطى ذاتها، يراد للشعب السوري ولا سيما أهل الشمال المحرر أن يتركوا ضحايا لإجرام النظام ومنسيين في غمرة الانشغال بالأحداث. بالأمس تحدثنا معكم تعليقا على مجريات طوفان الأقصى وتطورات الأحداث في فلسطين بشأن المجتمع الدولي وموقفه المنحاز من الاحتلال وإلى الأنظمة والقوى ذات التسلط والطغيان، ورأينا فيه لا يتغير لا اليوم ولا غدا ولن يتغير، سواء ما يتعلق بموقفه تجاه فلسطين أو تعامله مع سوريا أو تعاطيه مع العراق، بل جميع قضايا العالم الإسلامي. ما يسمى المجتمع الدولي هو النموذج الصريح للنفاق والكيد بمكيالين والنظر أحادي الجانب تجاه المشكلات القائمة في العالم. نعم. اليوم على الشعوب ذات القضايا أن لا تعول مطلقا على موقف تعده صادقا للمجتمع الدولي، وأن لا تصرف جهدها في تكلف واستجلاب أمل موهوم بإمكانية الحصول على تعاطف أو مساندة تقدمها الدول الكبرى التي هي نفسها تسير المجتمع الدولي وتفرض إراداتها عليه، لأنها باختصار هي الخصم وهي الحكم. وفي حال مثل هذا فإن حقوق السوريين والعراقيين والفلسطينيين وكافة الشعوب المضطهدة حقوقهم لا تطلب بل تنتزع انتزاعا بقوة الحق وبحق القوة. طيب إذن ما الهدف من حملة النظام وحلفائه روسيا وإيران في الشمال السوري وربطها بقصف الكلية الحربية بمحافظة حمص؟ الحقيقة التي يمكن أن ننطلق منها في هذه الجزئية أن النظام في دمشق هو نموذج للطغيان المفرط. الطغاة في طبعهم حينما يواجهون هزيمة ما أو يحاولون أن يعني يحاولون جبرها بالبطش والتنكيل، نظام الأسد هو نموذج لهذا التنفيذ. هو لا يريد أن تكون في سوريا مناطق محررة لأنها إشعار صريح على فشله من جهة ونجاح للثورة نسبيا من جهة أخرى، على أقل تقدير لأنها مسكت أرضا لا يملك النظام عليها سطوة إلا بالقصف والاستهداف عن بعد. بعد حادثة الكلية الحربية انتهز النظام فرصة ليسوق مبررات القصف والاستهداف بحق أهلنا في الشمال المحرر، فكانت هذه الحادثة أشبه بذريعة تبرر له من وجهة نظره هذا العدوان ليستقطب في ضوئه مزيدا من الدعم الشعبي في مناطق سوريا التي تقع تحت سيطرته. لو يعني حقيقة لو تفحصنا المشهد بدقة أكثر لم نقف على مصدر رصين وموثوق يظهر جهة ما تبنت الهجوم على الكلية الحربية، بما يجعل بعض السيناريوهات المفترضة قائمة يعني غير ملغية. لا نريد أن ندخل في نظرية المؤامرة، ولكن هي السيناريوهات مطروحة. طالما أن أحدا موثوقا لم يتبنى الهجوم على الكلية الحربية، السيناريو يقول أن الهجوم عليها مدبر ولا يستبعد تورط موالين للنظام به بهدف صناعة أرضية للانطلاق نحو الانتقام من الشمال السوري. نعم، النظام في دمشق ليس بحاجة ليصنع هذا النوع من المبررات ليمارس العدوان والإجرام، لأن العدوان والإجرام هويته وسجيته، لكن هو بحاجة اليوم إلى تحشيد شعبي وإعادة استقطاب إقليمي ودولي من خلال شيطنة مناطق الشمال وشيطنة فصائل الثورة ومحاولة الظهور بمظهر القوة والسيطرة على البلاد. بالتالي ممكن أن تكون الحملة هذه ستكون مكثفة وربما غير مسبوقة بسبب انشغال المجتمع الدولي بأحداث فلسطين، وكما تفضلتم أنه إذا كانت مدبرة بطريقة معينة فسيكون الانتقام أشد. نعم، حقيقة الذي يظهر أن النظام السوري كأنه يحاول أن يعادل فكرة الاحتلال الصهيوني في الإجرام والعدوان. نعم. لعل من المناسب أن نعرض قليلا على بعض المشاهد التي تعيشها المنطقة. تفرز الأحداث أنه لا عداء بين محور إيران الذي يعد نظام دمشق أبرز أدروعه، وكذا الحال مع النظام القائم في بغداد، هذا من جهة،
وبين كيان الاحتلال والولايات المتحدة والحلف الداعم للصهيونية من الجهة الأخرى. كلا الطرفين يتعاون مع الآخر في جعل المنطقة محترقة وإفراغها من كل مظاهر القوة المضادة من فصائل المقاومة الشرعية أو حركات تحرر. حالة التخادم قائمة ولا يستطيع محور إيران إخفاءها بضجيج من الصراخ وبشعارات ومواقف مصطنعة. الناظر إلى مخلفات القصف على مناطق الشمال السوري وتداعياته على الناس الآمنين، نعم، يرصد ملامح من السنوات الأولى للثورة، حينما كانت برامج الأسد وصواريخه تستأصل السوريين من الطفل حتى الشيخ، وتستهدف وسائل النجدة من مشافي وسيارة إسعاف ومرافق خدمية. المهم القصد من ذلك كله تحقيق الإبادة والاجتذاب بممارسة سياسة الأرض المحروقة تماما، مثل ما يفعل الآن وفي هذه اللحظات الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة. نعم. هذه المعطيات تشير إلى مقاصد العدوان وغاياته، فإذا حقق النظام السوري ذلك في وقت محدود فقد بلغ مراده واستغل حالة الانشغال بتطورات الأحداث في فلسطين، وإلا في المتوقع أن تستمر هذه الحملة العدائية طالما كان النظام قادرا على صناعة مبررات العدوان. نعم، وبعيدا عن الأحداث اليوم في طوفان الأقصى بفلسطين، ذكرتم في البيان أنه خلال 12 عاما الماضية لم يقوم المجتمع الدولي بمحاسبة النظام السوري، كذلك يعني قصف بالكيمياوي، قصف بالبراميل المتفجرة، القنابل العنقودية، لم يتم محاسبة النظام السوري. ماذا عن اتفاق وقف مناطق وقف التصعيد في الشمال السوري؟ من سيحاسبه عليها اليوم؟ الحقيقة اتفاق وقف التصعيد ليس له من اسمه نصيب إلا على الورق أو في وسائل إعلام مخصوصة ذات نمط موجه، لأن أرقام الضحايا الذين سقطوا في المناطق التي تسمى مناطق خفض التصعيد مرتفعة جدا. لك أن تتصور أن أعداد النازحين على سبيل المثال من تلك المناطق في سنة 2020 بلغ قرابة 2 مليون إنسان. 2 مليون مدني نزحوا من مناطقهم نتيجة القصف الذي نص اتفاق أستانا في 2017 على تسميتها مناطق خفض التصعيد. نعم. فماذا حصل؟ منذ الإعلان عن تنفيذ اتفاق خفض التصعيد أواخر سنة 2018 لم تمض بضعة أشهر حتى عاود النظام وحلفائه القصف والاستهداف الذي يدعو إلى السخرية. أن 2 من الأطراف الثلاثة الموقع على الاتفاق هما روسيا وإيران، وهما أكثر حلفاء الأسد عدوانية وإجرام، يشاركون الآن بشكل مباشر في استهداف مناطق الشمال السوري. النظام كما أشرنا قبل قليل إلى طغيانه وجبروته لا يلتزم باتفاق ولا يرى عهدا، لهذا لا قيمة ولا اعتبار لما يسمى خفض التصعيد، لأن النظام لم يكف عن تصعيده طيلة تلك السنوات. وإذا كان اتفاق خفض التصعيد بهذه الهشاشة وبهذه الورق فنسميها الورقية التي لا قيمة لها، ثم باب أولى لا به النظام لهذا الاتفاق، لأنه في الأساس رغم تورطه بالجرائم الموثقة والمدونة والتي تمتلك مؤسسات منظمات العالم من حيث حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية وغيرها، تمتلك عليه وثائق تثبت تورطه 100%، لم يلتفت إليها، فهل سيلتفت إلى اتفاق هو في أصله هش وغير ذي قيمة؟ نعم. من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.